انا سبت المبادره ده الدرس الثاني. انا عشان استخرج سبت المبادره عندي اوزان ما ينفعش اجي غيرها. في ايه قدامك كده على جنب تكتب لي فاعول فعيل فعال مفعال فعل. بص انا اشكلها لك ادي فاء عول فاء عين خلاص فعال فعال اسكون مفعال فعل. غير كده لا للتشكيل ما ينفعش الكلمة يكون فيها تشكيل غلط أو تشكيل زيادة أو تشكيل ناقص. أنت تجيب فاعول ها فاعول فعيل فعال مفعال فعل. دي صفة المبادرة. غير كده لا. أه ممكن تيجي مفردة ماشي، ممكن تيجي جمع عادي خالص، ممكن تيجي مفرد مؤنث مذكر ماشي. بس المفرد المذكر بتاعها على وزن فاعول فعيل فعال مفعال فعل. هناخد أمثلة تدور لي في الامتحان على وزن فاعول زي ايه؟ صبور زيها شكور زي جبون صدوق دبون زي ودود حسود ها ايه تاني؟ صبور شكور جبون صدوق دبون ودود حسود. في حاجات كتير جدا غفور خلاص. على الاشكال دي هتلاقي صيغه المبالغه تمام. بعد كده ندور على وزن فعيل زي عليم بصير رحيم زي حكيم زي نذير بشير لئيم زي ايه تاني؟ ايه قلنا نذير يبقى عليم بصير رحيم حكيم نذير بشير. ممكن اقول قدير عظيم خلاص. اشكال كتيره جدا على وزن ايه؟ على وزن فعيل تمام. بعد كده فعال ودي بتيجي في امتحان كتير جدا زي خلا كتير قوي بيشكلها لك. ولو ما شكلهاش خلاص انت عارف خلا جذاب ايه تاني؟ خلاب جذاب بناء ودي بتيجي كتير جدا. ممكن يجي يقول لك بنائين بناؤون تكون انت عارفها. خلاب جذاب بناء علام غفار ها ايه تاني؟ ستار بشار يبقى خلاب جذاب بناء علام غفار ستار زي وثاب زي كذاب تمام؟ زي لوام لعان خلاص؟ اسماء كتير جدا على هذه الشاكله يدل على كسره ايه؟ ممكن اقول فنان كسره فعل الشيء فنان فدان كلمات كتيره جدا ممكن اطلعها على وزن فعال وتدل على كسره فعل هذا الشيء. مفعال زي مقدام زي معطاء زي مغوار خلاص. ممكن تجيني مزياع يا مستر مزياع ده اسم آلة ماشي حبيبي. لما تكون بتدل على كسر فعل الشيء بتكون ايه؟ بتكون صيغة مبالغة. وانا هعرفك الفرق بين صيغة المبالغة واسم الآلة. زي منشار برضو زي كده زي ايه تاني؟ نقول مقدام معطاء مغوار مزياع منشار ممكن نقول هنا قوام برضه قوام صوام خلاص بتيجي في الامتحان. مقوال بيتكلم كتير جدا. هي دي اشكال يا شباب ممكن الاقيها في الامتحان كتير جدا خلاص. فعل برضه ممكن الاقي يقظ خلاص يقظ الفعل بتاعها ايه يا قاضى نفس الشكل بس هنا في فعل تمام. حذر فاطم لبق قلق نشط قوي ودي بتيجي في الامتحان وكله بيسيبها
لان تحس ان هي مش جايه على الوزن. تمام؟ فقوي قوي يبقى قوي ونشط وقلق ولامق وخاطئ وحزم ويقظ. دي اشكال يا شباب صيغه المبالغه اللي بتيجي على شكلها في اسم الامتحان، وان شاء الله ممكن تيجي واحده منهم. ركز بس على ايه؟ خلاب، جذاب، بناء، علام، ممكن تقول خلابه، جذابه، بناء، بنائين، خلاص؟ علامين، غفار، ستار الى اخره. ودي اشكال صيغه المبالغه، الفعل بتاعها صادره وبتيجي على ايه؟ على الثلاث حروف، وقليل جدا لما بتيجي على اربعه زي ما اعطاه اللي هي اعطى، مقدام، اقدم، مغوار، اغار، مذياع، اذاعه، مضياع، اضاع. تمام؟ ممكن يجي يقول لي بشرى، خلاص؟ ونذير انذر، ذكرنا هنا نذير اهي، خلاص؟ بشير هنقول بشرى، دي رباعي، بشير عليها شده، ونذير انذر رباعي. دي صيغه المبالغه يا شباب. حد عنده اي سؤال في صيغه المبالغه؟ تمام؟ يبقى انا صيغه المبالغه عندي كام وزن؟ عندي خمس اوزان، فعول، فعيل، فعال، نفعال، فعل. وده الدرس الثاني عندنا في المشترك.